اوكي كلكم تسمعوني صح؟ إيه نسمعك مرة واضحة. اوكي حلو أيوة نسمع. تمام. So بنبدأ الحين بأول شيء اللي هو chapter 13. اوكي طبعا هو هذا يعني الكلاس almost كان مراجعة، يعني مش اللي بشرح فيه بالبداية، يعني بس عشان نراجع على السريع الأفكار اللي موجودة. اوكي الحين راح نتكلم عن الاوب امب اللي احنا درسناه من قبل، ايش الابلكيشنز اللي موجوده اللي ممكن احنا نستخدمها ونستفيد من الاوب امب، حتى از اوبن لوب سيركت، يعني مش لازم حتى نحط فيه الفيدباك او الريزيستورز اللي كنا نستخدمهم قبل. فعندنا مينلي 3 ابلكيشنز راح نتكلم عن اول واحد اللي هو يعتبر الكومباراتور. اوكي طيب ايش اللي احنا نقصد فيه لما احنا نستخدم الكومباراتور؟ الكومباراتور هو ولا شيء، بس هو عباره عن اوبن لوب موجود عندي هنا اللي هو مثلا الاوب امب. اوكي وفي نحط اللي هو الدي سي اللي هو في بوزيتيف هنا في نيجاتيف. اوكي طبعا راح ندخل هنا مثلا النيجاتيف مثلا وهنا البوزيتيف، فخلينا نقول مثلا اني انا حطيت عند البوزيتيف اللي هو الفي ان. اوكي وفي فولتج داخل حتى بالنيجاتيف في الانفرتنج، سو في النون انفرتنج في انبوت فولتج وفي نفس الشيء حتى فولتج في الانفرتنج. غالبا ان هذا الفولتج اصلا نحن نحط هنا ريزيستور ونشبكها بالفي بوزيتيف. طيب ايش اللي يصير؟ ان الجهاز هذا يسوي كومبيرنج بين تو فاليوز، يعني ياخذ اللي هو الفاليو حقت الفي اي والفاليو حقت الفي اللي هنا حطيناها في الانفرتنج، او غالبا نسويها في ريفرنس. اوكي فايش اللي يصير؟ ان احنا نقارن بين تو فاليوز. طبعا بناء على هذه المقارنه راح تطلع لي النتيجه. النتيجه دائما تكون سكوير ويف. اوكي هذا اللي هو النتيجة من الكومباراتور. طيب إيش اللي يصير عندي هنا؟ إنه صار في الفاليو حقت الـ V input، الـ V input نقارنها مع اللي هو الـ V reference. إذا كانت الـ V input أصغر من الـ V reference، وإذا كانت الـ V input أكبر من الـ V reference، إيش اللي ممكن إنه يصير؟ فعندي هذه الحالتين. إذا كان مثل ما احنا مسوين ان احنا مدخلين ال V input في ال non inverting، فإذا كانت ال V input أكبر من ال V reference فراح تاخذ الماكسيموم من ال DC اللي داخل اللي هو ال V positive هنا، وإذا كانت ال V input أقل منها فهنا راح تصير ايش؟ تاخذ ال negative value اللي هو ال V نيجاتيف اللي موجودة هنا. طبعا على حسب ايش اللي موجود هنا وايش اللي موجود هنا راح تنحط الفاليوز، يعني ممكن حتى الفي ما يكون في في نيجاتيف، راح يكون في مثلا جراوند. طيب هذا الحين في هذه الحالة اللي هو احنا قاعدين نتكلم عن مين؟ اللي هو قاعدين نتكلم عن اللي هو نون انفرتنج. طيب لو كان العكس في الانفرتنج، الانفرتنج دائما عكس النون انفرتنج، يعني لما تكون في هذه الحالة اللي هو حالة اللي هو أكبر من الـ V reference، لما تكون أكبر من الـ V reference راح تاخذ الـ negative value. أوكي راح تاخذ الـ negative value، ولما تكون أصغر من الـ V reference راح تاخذ هنا الـ positive. هذا في حالة اللي هو الـ inverting. So اللي يسويه الحين الجهاز فقط إنه compare two values، الـ V input مع الـ V reference. طيب بالنسبة لهذا الشيء ليه يصير أو ليه يشتغل أصلاً الكمبارتر؟ لأنه إحنا موصلين الـ op amp as open loop، بما معنى أن الـ gain حقه من 10 to the power 5 to 10 to the power 7. وللمعلومية أصلاً في نهاية السلايدات وراء آخر شيء في سؤال يقول ان ايش مقدار الـ gain للكمبارتر. سو الـ gain للكمبارتر مثل ما إحنا قلنا أنه 10 to the power 5 to 10 power 7. اوكي طبعا هو من الخيارات انك تختارين 10 to the power 5 لان يعني كانت 100 و1000 و10000 و100000، سو انت بتختارين 100000 اللي هو الرقم اللي فيه 5 اصفار اللي هو الجين للكومباراتور. اوكي طيب في عندنا اللي هو الموست يوزد اللي احنا تو الحين قلت عنه بالنسبه
للكومباراتور ان احنا قلنا ان بدل ما احط في بدل ما احط ريفرنس اوكي احط جراوند. ليه احط جراوند بدل ما احط ريفرنس؟ عشان ان تكون القيمه اللي انا اقارن فيها تعتبر اللي هي الزيرو، لان يكون اسهل اذا كانت الفاليو حقت الفولتج الانبوت اللي حطينا اكبر من زيرو يعني بوزيتيف فاليو. فهنا في هذه الحاله راح نقول ان احنا عندنا طبعا هنا راح ياخذ طبعا على حسب اذا كان انفرتنج ولا نون انفرتنج انه راح ياخذ البوزيتيف في اور النيجاتيف في. والحاله الثانيه انه اذا كان اقل من الزيرو فنفس الشيء على حسب اذا كان انفرتنج ولا نون انفرتنج. طيب بس غالبا هذا اللي نسميه طبعا زيرو كروسنج. زيرو كروسنج غالبا الاوب امب نوصله بترانزستور. ليه نوصل الاوب امب بالترانزستور؟ طبعا هنا يكون غالبا موصل بالفي نيجاتيف او ممكن نحط جراوند ممكن نحط في نيجاتيف وات ايفر. وهنا الفي بوزيتيف وعندنا هنا جراوند. طبعا هذه احنا قاعدين نشرح سبيسيفيك تشيب اللي هو نسميها 331. وطبعا هذه ال 311 دائما تعتبر نون انفرتنج يعني الفي انبوت نحطه في البوزيتيف. اوكي طيب الاوتبوت ناخذه من الكولكتر للترانزستور. طبعا غالبا ان احنا وي فيد ات باك مع ريزيستور ونحطها مره ثانيه بالفي بوزيتيف. طيب طبعا مهم اكيد ان تعرفون الارقام حقت كل اللي موجودين او اتس اوكي اذا ما تبون تحفظونهم لان اصلا السلايدات عندكم. لكن ايش فكره ان احنا حطينا ترانزستور هنا؟ ليه الترانزستور موجود؟ الترانزستور يعطيني enough power. So الباور اللي راح يعطيني اياه enough و amplify السيجنال اللي راح تطلع من الاوتبوت من الاوب امب عشان انها تكون اكبر وتطلع لي في الاوتبوت عشان اقدر اشوف السيجنال موجوده في الاوتبوت. طيب ايش اللي يصير هنا؟ بما انه نون انفرتنج فاحنا نتوقع اذا كانت ال V1 اكبر من 0 معناتها راح تطلع لي هنا V positive. So اللي راح يطلع لي هنا من الاوتبوت V positive وهذه ال V positive راح تدخلي في الترانزستور. طيب لما تدخل في الترانزستور اذا كانت positive value راح تخلي الاوب امب يشتغل. راح تخلي الترانزستور يشتغل. اذا الترانزستور اشتغل اللي يصير انه هذا السلك راح يشتغل يعني راح يطلع لي الاوتبوت من هنا وراح يدخل هنا. فاحنا راح نقرا مين؟ الفي نيجاتيف. ففي النهايه الفي اوتبوت راح يصير في نيجاتيف لانه ايش الفي انبوت اللي هي كانت هنا كانت اكبر من الزيرو. هذا في حاله ايش اللي هو الفي اي اكبر من زيرو. طيب نجي الحين مثلا الحالة الثانية اللي هو لما تكون الـ VI أقل من الزيرو. إذا كانت أقل من زيرو بما أنه نون انفرتنج نتوقع أنه راح يكون هنا نيجاتيف. إذا كان الفولتج نيجاتيف معناتها هذا ما راح يشتغل لأن النيجاتيف الفولتج اللي دخل على الترانزستور احنا عارفين أن الدايود راح يشتغل كذا ريفرس إذا دخل عليه نيجاتيف فهنا ما راح يشتغل. فمعناته خلاص اللي راح يدخل هنا دايركتلي راح يطلع في الاوتبوت. اوكي راح يطلع لي الاوتبوت اللي هو الفولتج اللي جاي من هنا. اوكي طيب فمعناته ايش اللي بيصير؟ بيصير ال V output equal ال V positive. فمعناتها اللي هنا ان احنا ال VI اذا كانت اقل من زيرو راح تطلع لي بوزيتيف واذا كانت اكبر من زيرو راح تطلع لي بنيجاتيف. فهذا مهم صح ان احنا قاعدين نشوف انه هو non-inverting لكن يشتغل كأنه inverting. اوكي طبعا ممكن عندنا اللي هو الجهاز اللي هو 339 نفس الشيء عبارة عن 5 comparators together. وطبعا كل واحدة تشتغل لحالها لأن أصلا الأوب أم لما يكون unity gain حق يعني أقصد مش إنه هذا مش unity gain حق لكن بما معنى إنه ما في عندي الأرز ما قاعدة تأثر كل واحد يشتغل لحاله أصلا الأوب أم والجينز حقتهم كل واحد لحاله بما إنهم in parallel. لأن لو تشوفون بالسلايدات يعني اللي موجود
راح تشوفونهم كيف التركيبة حقتهم ما لهم دخل في بعض. فأنتي لما تحسبين كل واحد تقدرين تحسبينه لحاله، لكن غالبا نحط مع الأوتبوت ترانزستور. ليه نحط الترانزستور؟ عشان يعطيني الإناف باور، لأن ما في باور كفاية نتطلع لي السيجنال، يعني ممكن تكون السيجنال جدا صغيرة، ممكن نظن إنها زيرو، ما راح تكون موجودة. فعشان كذا نحن محتاجين باور كفاية عشان يوصل لي السيجنال اللي عشان أقدر إني أشوفها في الأوتبوت. طيب بعد كذا عندي إيش؟ عندي اللي هو التايمر، اللي هو الحين الأبليكيشن الثاني للأوب أمب اللي هو يعتبر التايمر. طيب التايمر إيش؟ التايمر هو عبارة عن 3 ريزيسترز مع بعض، طبعا يدخل لهم إنبوت. هذول 3 ريزيسترز إيش الهدف منهم؟ إنهم يقسمون الفولتج بحيث إنه ما يدخل الفولتج كله. يقسمونه على مين؟ يقسمونه على 2 comparators. طبعاً ال comparators work in opposite operation. واحد راح يكون inverting والثاني راح يكون non-inverting. فهنا مثلاً هذا الحين ال input اللي راح يدخله راح يكون inverting، وهنا ال input اللي راح يدخله راح يكون non-inverting. يعني هنا راح يكون ال positive وهذا ال negative. أوكي؟ هذا طبعاً راح يكون موصل بالground. طيب هنا عندي اللي هو الفولتج الأساسي اللي إحنا مدخلينه في السيركت. طيب إحنا الحين لو بشوف الفولتج اللي يدخل هنا هو عبارة عن الفولتج اللي هنا، وطبعا صار أخذ منه أو consumed by the resistor third of it، لأن the three resistors are all equal. So third of it is consumed by the resistor. So 2/3 is going to the comparator اللي هو الinverting. لما نجي الحين إيش الفولتج اللي دخل هنا؟ طبعاً هو الفولتج اللي على هذا، لأن إيش إحنا لما نجيب عند نقطة ننتقل فيها من هنا إلى هنا، أوكي؟ فهو اللي consumed by the resistor، فهنا عندي 1/3، أوكي؟ بعدها عندي اللي هو threshold هنا، وعندي trigger input راح يكون هنا نفس الشيء، ممكن إحنا نواصله. طيب both الكومباراتورز راح يروحون لوين؟ راح يروحون راح يروحون الى فليب فلوب سيركت اف. اوكي، وبعدها راح يطلع مني الاوتبوت. في اشياء اكسترا موجوده، ايش الاشياء؟ اللي هو نحن نحط الترانزستور عشان تو ديليفر انف باور ويطلع لي الديسشارجينج في النهاية من هنا، وممكن أني أوصله بعد ما الترانزستور ثاني، وبعدها في النهاية راح نوصل كل هذول التو ريزيستورز مرة ثانية لوين؟ للإنبوت. طيب هذا التايمر إيش يسوي؟ يشتغل for specific time، يعني إن إحنا نخلي low signal والhigh signal تكون يعني lowest value والhighest value تكون شغالة لوقت معين. ففي عندي two types of timers، عندي اللي هو ال A-stable timer وال mono-stable timer. طبعا ال A-stable و both of them يشتغلون على نفس الشيب اللي هو 555. different ان احنا واحدة نحط فيها RB وثانية ما نحط فيها RB، اللي نوصلها يعني اقصد نوصلها مع الشيب اللي هو R، لكن هذول ال R's لا، هذول موجودين دائما. طيب فعندي اللي هو الـ A-stable والـ stable. الـ A-stable قلنا إن فيها 2 resistors نوصلها مع الشيب، أوكي؟ لما نوصل 2 resistor ونوصل capacitor، طبعاً في أشياء أكيد إحنا بنوصلها اللي هو حق الفيدباك وهذه الأشياء، بس إحنا ما علينا. الأهم شيء اللي هو الـ RA والـ RB اللي إحنا نوصلهم مع الـ C. طيب سو هذا الحين مثلا الشيب احنا حطيناها، طبعا موجود عندي اللي هو الفولتج اللي احنا دخلناه، وفي عندي 2 ريزيستور و 1 كاباسيتر. اوكي، طبعا هذه موصله مع نمبر 6 و 2، وهذه موصله مع نمبر 7. اوكي سو عندي ار اي وعندي ار بي وعندي سي. اذا جيت اجيب الفريكوينسي لهذا السيجنال، الفريكوينسي عباره عن 1.44
over RA plus 2 RB في C. طيب نعرف ان الF هو عبارة عن 1 over period، واصلا اذا بكتشف ان period هو عبارة عن the opposite of this one. ايش the opposite of this one؟ 0.7 RA plus 2 RB في C. طبعا RA one of the RB مع C هذا يمثل لي الهاي، اوكي، و 0.7 مع واحدة من ال RB بعد مع C راح تمثل لي اللو. فلو بكتب القوانين، بكتب قانون الهاي واللو، so T high راح تكون 0.7 RA plus RB times C، و T low راح تكون عبارة عن 0.7 RB في C. طيب أنا الحين مثلا جبت القيم وأبغى أرسمهم، أوكي، جبت القيم، oh my gosh تطلع لنا دعاية، أوكي. طيب سو الحين احنا مثلا طلع لي القيم، طلعت لي تي هاي مثلا 5 والتي لو طلعت لي 1، وانا الحين ابغى ارسم السيجنال. سو السيجنال راح تكون بهذا الشكل، راح نحدد هنا ال 5، اوكي، لو كم 1 يعني معناتها زياده على ال 5 1، فبتصير عندي هنا 6، وبعدها نزيد ال 6 5 كم راح تصير 11، وبعدها عندي 1 يعني هنا 12. كيف نرسمها؟ الهاي راح تكون إلى ال 5، طبعا على حسب ال values إيش ال highest voltage، وهذا وهنا عندي at 6، بعدها يرجع لي في الهاي ويكمل هنا واحدة، أوكي. فكذا نرسم السيجنال. طيب المونوستيبل، المونوستيبل نسميه one shot، يعني يعطيني ما تطلع لنا دعاية، فتطلع لي اللي هو one time only، البيريود واحدة، ايش الهاي او متى راح تمتد السيجنال التايم حقها يعني. فشكلها يكون احنا راح نطلع بس تايم واحد اصلا، فراح يكون الشكل اصلا بس سيجنال واحدة، يعني خلاص هنا كله راح يكون لو مثلا، وهنا هاي، والباقي كله راح يكون لو. وكيف ان احنا نطلع التي؟ عبارة عن 1.1 راح نضربها في R في C، أصلاً هي بس عندها R واحدة، يعني RB مش موجودة، أوكي. بعدها عندي اللي هو الـ Oscillator Circuit. الـ Oscillator Circuit راح يطلع منه 2 Outputs، واحدة راح تكون Square وواحدة راح تكون Triangular Waveform. طيب إيش الشيء المهم فيه؟ نحن كيف ممكن نطلع الـ Frequency؟ الـ Frequency اوكي، الفريكوانسي عشان نحن نطلعها للأوسيليتر، طبعا نفس الشيء تشب وفيها ارقام، اهم شيء تعرفين كل رقم ايش الاشياء اللي يصير فيه، اوكي. الفريكوانسي عباره عن ايش؟ عباره عن 2 over r1 c1. طبعا ليه نكتب r1 وc1؟ لانه في يكون اصلا اكثر من ريزيستور واكثر من كاباسيتور موجوده او نوصلها احنا بالتشب. وعندي هنا ال v positive minus VC over V positive. طيب إيش ال VC؟ ال VC هي اللي تدخل عند chip 5،